પ્રાર્થના કરીએ જન્નતુલ બકી તરફ અને ત્યાં આપણે અઈમ્મા માસુમીન અલૈહિમુસલામ ખાસ કરીને આપણા બીજા ઇમામ ઇમામની ઝિયારત કરીએ અને તેમની આપણા ખાલિસાના સલામ રવાના કરીએ બર મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ સલવાત મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ السلام عليكم أئمة الهدى السلام عليكم أهل البر والتقوى السلام عليكم أيها الحجج على أهل الدنيا السلام عليكم أيها القوام في البرية بالقسط السلام عليكم أهل الشفوة السلام عليكم آل رسول الله السلام عليكم أهل النجوى أشهد أنكم قد بلغتم ونصحتم وصبرتم في ذات الله وكذبتم وأسيء إليكم فغفرتم وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهتدون وأن طاعتكم مفروضة وأن قولكم الصدق وأنكم دعوتم فلم تجابوا وأمرتم فلم تطاعوا وأنكم دعائم الدين وأركان الأرض لم تزالوا بعين الله ينسخكم من أصلاب كل مطهر وينقلكم من أرحام المطهرات لم تندسكم الجاهلية الجهلاء ولم تشرك فيكم فتن الأهواء طيبتم وطاب منبتكم من بكم علينا ديان الدين فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وجعل صلاتنا عليكم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي ابن مولاي يا أبا الحسن يا علي ابن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته بابا سيبولان السلامات